الصباح لسن الإذاع من تمهيدي المرموم من شارة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم المخصصة للإذاع أصحاب السمو الشيوخ. ها هي انطلاقة الشوط الثالث، والشوط الثالث يضم نخبة من الإذاع الجعادين المحليات الأصائل. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط ونوافيكم بالنتائج أول بأول. وراء الآن على مقدمة هذا الشوط صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري، وفي المركز الثاني سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم الينيبي. ننتقل إلى المركز الثالث. الرباع في المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، مضمر بن صوغان الذي افتتحت سن الإذاع في صباح هذا الصباح بن صوغان لتعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم تحت إدارة وتضمير علي بن راشد بن حمد بن غدي الاجتبي. ننتقل إلى المركز الرابع. ضاري في المركز الرابع يغير من الرابع إلى الثالث إلى الثاني في هذه اللحظات. ضاري وهو ضاري وأيضا يذكرني بالأسم الذي صال وجال على أرضية الميادين. ضاري لهجن العاصفة الذي انتزع الشوط الرئيسي على أرضية ميدان المرموم بقيادة المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذا ضاري تيمنا على ضاري الكبير مسمى وهو الآن في المركز الثاني. ننتقل إلى المركز الثالث، وفي المركز الثالث في هذه اللحظات انخلي وصل انتقل إلى المركز الثالث في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن هزيم المسافري. ننتقل إلى المركز الرابع صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الخامس المركز الخامس أرى الآن لي في المركز الخامس هاملون لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز السادس سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر السهيل بن مبارك بن مرخان الاجتبي. وفي المركز السابع شاهين وصل إلى المركز السابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة كابتن المضمرين خليفة بن سالم بالصقعة. وفي المركز الثامن المركز الثامن صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز التاسع شاهين لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز العاشر سراب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن سالم الينيبي. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط. ورا الآن صوغان على مقدمة هذا الشوط صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. يا سلام يا أبو حمد على هذا الاندفاع من قبل صوغان على مقدمة هذا الشوط بشعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر صاحب الخبرة صاحب الباع الكبير في هذا المجال مسري بن سالم بالعرطي الحميري. يا سلام. ننتقل إلى المركز الثاني. ضاري في المركز الثاني في هذه اللحظات، ضاري لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر المحنك سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. صوغان وصل إلى المركز الثالث لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. هملول في المركز الرابع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الخامس المركز الخامس سراب لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان
الاجتبي، وفي المركز السات وصل شمعدان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر علي بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هذه النتيجة. ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى صوغان، صوغان وصوغان والاثنين ملكية لسمو الشيخ رايد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. يا سلام يا أبو حمد على هذا التضمير، على هذا الأداء الذي يقدم لنا هجن سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يا سلام يا سلام يا سلام. ها هو صوغان على المقدمة، صوغان على المقدمة، المساندة والمتابعة أيضا من أخوه صوغان في المركز الثاني. انخلي قادم بقوة إلى المركز الثالث. يا سلام. لكن خلاص صوغان قال لهم باي باي. هدى حافظ تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم على فوز صوغان بالمركز الأول. صوغان في المركز الأول وصوغان في المركز الثاني بتضمير مسري بن سالم بالعرطي الحميري. انخلي في المركز الثالث لسمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم. المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم. المركز الخامس هملول لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجة والتوقيت الزمني ساعة وصول صوغان على المقدمة. مشكور يا أبو حمد على هذا التضمير، على هذا الأداء الذي شاهدناه الآن من تحت أقدام صوغان. وصوغان صوغان قاطع مسافة 4 كيلومتر في زمن وغدرة 6 دقائق 22 ثانية 8 أجزاء من الثانية قام راس وأنهى هذا الشوط راس. المركز الثاني صوغان 6 دقائق 22 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، تهانينا للمضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز الثالث انخلي في المركز الثالث 6 دقائق 23 جزء 1 من الثانية. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وتهانينا أيضا للمضمر علي بن هزيم المسافري في هذه اللحظات. يصل هنا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. مشكور يا أبو سعيد على هذا الحضور، على هذا التواجد، وعلى هذه المتابعة من قرب. يتابع أيضا هذه الأشواط، أشواط الإذاع في هذا الصباح. مرحبا أبو سعيد، مرحبا بالجميع. نشكر أصحاب سمو الشيوخ على المتابعة وعلى الدعم هذه لهذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. وفي هذه اللحظات ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للإذاع المهجنات. يستمر يا